ما فينا نشتغل نحن جماعة، منا بدنا نشتغل لوحدنا والبلد لإلنا وانه والله يعني اوكي خليني افصلهم انا وياك معلش. وليد جملوط رئيس حزب التقدم الاشتراكي هو واحد من الناس اللي كنتم متحالفين معه وخطوا انتخابات معه، وكمان عندكم عتب عليه. احنا عندنا عتب على كل اللبنانيه، عندنا عتب على كل الزعماء، لانه ولا يوم سيلتقي الرئيس الحريري وليد جملوط اذا طلب موعد. اكيد طلب موعد ولا بعد ما تصدقيني ما بعرف يعني ما فتت بالتفصيل. بس وكيف سيتعامل اذا بدك مع تجربه العلاقه يعني رئيس حريري عم تقول عائد بخليج جديد، كيف رح يتعامل مع وليد جملوط انطلاقا من وليد عتبه يعني؟ وليد بيك وسمير جعجع والكل واكيد دوت الرئيس بري نحن بنروح لعنده، ما هو بيجي لعنا اكيد. كلهم اهلا وسهلا فيهم. في شروط عنا نحن. شو الشروط؟ بدنا نحكي لبنانيا، بدنا نحكي كيف نجمع، بدنا نحكي ما نفرق، انه بخلي حزب الله دايما حامل البارود وواقف على جنب وبده يقتلني وقاتله، ولا بدي لاقي انا وياه قاسم مشترك لاوصل معه، بخلي ما بعرف اي حزب تاني، ما بدي احكي بس عن حزب الله. نحن واجباتنا انه نجي نلاقي قاسم مشترك مع الكل. اليوم لا تخزيني يعني انه في كذا بلد عم بيتحالفوا مع بعض وهن اقرب لحزب الله من انه يعني، وما في مشكله يعني احنا اليوم انه ايه عم تقول انه ايران والسعوديه عم مثلا مع بعض. ايران وامريكا ليه نحن ما بدنا ايران والسعوديه إيران يعني وأمريكا. شرطكم مع مثلا سمير جعجع رئيس حزب الله نحن بدنا الحفاظ على البلد ويكون سلاح مع الدوله اللبنانيه ايه؟ ويكون في تفاهم كامل، هذا الشرط الاساسي اللي بده يكون كلياتنا ساعتها سلاح مع الدوله اللبنانيه. طبعا شو بالاخر يعني انه بدنا نخلق بلدين. طيب انه بدي اسالك سؤال، سليمان فرنجيه اذا اجا بيقبل انه ما يكون الجيش حاكم؟ انت برايك هيك؟ ما بعرف. لا هيدا بفتكر غلطانين اذا عم تفكروا. هلا بيعطي تطمينات اكثر لحزب الله يمكن ايه، وانا بقول لك اكيد إيه. بس حضرتك برايك نحن رايحين على مرحله انه ان تمتلك الدوله اللبنانيه فقط السلاح؟ ايه شو المشكله؟ ليش انه يعني انت ما بقى بدك دوله؟ إذا ما بدنا دولة، دولة ما بتمتلك سلاح. بس إذا يعني برأيك رايحين على مرحلة أنه حزب الله ما رح يكون عنده سلاح وكل هالقرارات للدولة اللبنانية؟ كيف لكان أنه اليوم إذا خلصنا المرحلة اللي عم نحكي عليها جي أنه 17-01 وحددنا الحدود ايه؟ وصار عنا الحدود البرية ونظفنا حدودنا مع الشقيقة سوريا وكل هالترتيبات هاي، صارنا يعني أبسولوت سلاح ما له قيمة بيعود. بتصيري يمكن تفوتي شو عرفني، كان يحكى انه نفوت حدا لواء على الجيش مساندة اصدقاء الجيش، فيك تعملي 100 فورميل وفورميل يعني، هاي ساعتها تدرس وبعقل وبرواء وبهيك بمحبة، وإلا اذا بدنا نخانق نحن. طيب ما المكون الشيعي ثلث الدولة، نعم، والمكون السني يقال مش يقال ثلث الدولة، والمكون المسيحي يعني مختلفين نحن بين النص والثلث، بخي شو ما كان ثلث، بس نحن يعني ما فينا نخانق بعض. اذا بدنا نعمل بلد، ما بدنا نعمل بلد روح اتفقوا على التقسيم. طيب عال، وبالتالي بلا روح اتفقوا على التقسيم. سمعتك سمعتك بس عم تقول انه هلا اللي عم تفضل فيه انه بكره مع تثبيت الحدود وانتهاء هذه التسويه وانه ما بيعود وفلسطين فيه. صار لها دولتها عم نحكي. بده وقت. لا ما بده وقت، غلطانين انتوا اذا بتقولوا قد ايه بده وقت. هيدي نحن مراهنين انه صارت على الطاولات عم تنحكى فيها. صحيح صارت. انت بتعرفي حضرتك بتتعاطي للشأن السياسي ومخضرمه صرتي بالموضوع السياسي، ما مش مزبوط انه كل شيء رايح اسود فلو. لا يعني كلها لا في كلام مضبوط عن حلول، بس انه قديش بدها تكون يعني سريعة. واقعيه وسريعه ايه يعني قد يعني هلا نحن ناطرين اليوم عشية حماس بدها ترد على مساله اليوم بكره ما بكره بعد بكره عال. بس اليوم انه قديش رح يقبلوا بمساله دوله فلسطين، دوله تانية ما هي الحدود للدوله الفلسطينيه الى اخره، كيف بده يوصلوا غزه بالضفه، انه صراع اتسكرة. عمره يعني انه كيف بده ما في شيء بيخلص، كل شيء بيخلص. مرقت حروب على 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 الشعوب من ايام التتر والمبغجو
واليوم ليك وين يعني صرنا نحن كله هذا له نهايه. ايه بس ان شاء الله يكون عقيم. ان شاء الله نكون عقيم ان شاء الله. بس انه حرب غزه الاخيره يعني ما شاهدناه لا يبني سلام. هذا الكلام اللي هلا عم بيصير انه كيف رح يقبلوا بسلام، هذا موضوع كتير طويل. بس اللي عم قوله انه حضرتك عم تقول مع الترتيبات اللبنانية اليوم رح يكون الباب مفتوح لإعادة أعمار البلد وعودة الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي بهيك يعني بمشهد سياسي جديد. أكيد وإلا البلد راح. تعال أقول لك وهيدا يلي رح يحكم علاقته مع القوى السياسية الأخرى منها حزب الله. هيك مع بفهم. الكل حزب الله بشكل أساسي لأنه مربوط بالترتيبات اللي جاية على البلد. إذا خلينا نرجع نعيدها، نحط مشهد سياسي لا أهلنا يفهموا شو عم نحكي. إذا صار في ترسيم حدود أي. وصار عندك غاز ونفط باليابسة وبالمي، وأساسا هلأ يقال أنه 8 و9 و10 رح يرجعوا يمشوا، وإذا صار عندك ترسيم حدود مع الدولة السورية وأعيد السوريين إلى بلدهم بجزء كبير،